حاتم، انا عارفك ما كتقدر تهضر مع شي واحد من غيري، ولكن واخا هكاك جا الوقت اللي تواجه فيه المخاوف ديالك وتخرج من طازون دو كونفور. عارف عندك مشكل في التواصل وما كتقدرش تعبر على داكشي اللي بغيتي بالهضره. واش فايت فكرتي في شي طريقه اللي تقدر تخليك تعبر احسن؟ تقد تكون اي حاجه، فن، المسرح، الموسيقى. ملي كنديروا شي حاجه اللي كتعجبنا كتخلينا نغامسوا مع المحيط ديالنا اكثر وتكيسهل لنا التواصل مع الاخرين. ما عرفتش واش نمشي عندهم ولا ما نمشيش. اصلا ما غندير والو الا مشيت معاهم. من الاحسن نمشي في حالي للدار. هاد الوقت كامل كنت كنهضر غير مع راسي، واخا عارف بلي ماشي هادشي اللي خاص يكون. واش ديما نبقى هكا كنهضر بوحدي وما كنتواصلش مع الاخرين؟ المشكل فيا انا، وحتى الحل لقاه فيا انا. من ديما صحابي مدي لي يديهم باش نكون معاهم، ولكن انا اللي كرف. دابا جا الوقت باش نتبدل، ويمكن عارف شنو اللي يقدر يعاوني. من ديما وانا عندي هاد الشعور ديال ما كنقدش ننسجم مع الاخرين، ولكن ملي كنعزف البيانو كنحس براسي في العالم ديالي. كنقدر ندير اي حاجه بغيت بحريه، وكنقدر نكون انا، ولكن انا وحيد في هاد العالم. بغيت حتى الاخرين يكونوا معايا، بغيت نشارك معاهم الموسيقى ديالي والعزف ديالي. هاد الشيء ماشي سهل انا عارف، ولكن انا مستعد نخرج من هاد العالم الوحيد ونكون مع الاخرين. Yeah.